وبعيدا عن كل اللي بيحصل في مصر، هنفضل احنا هنا في بوضوح مهتمين بالناس. احنا قررنا نعمل في بوضوح سلسلة من التقارير عن الناس اللي عايشين حوالينا ومحدش حاسس بيهم، الناس المهمشين، علشان نعرف مشاكلهم وأوجاعهم، ويا ريت حد يهتم بيهم بدل ما يبقوا مجرد صور اتعودنا نشوفها كل يوم. النهاردة هنشوف تقرير عن الباعة الجائلين، كاميرا بوضوح راحت لغاية عندهم وسألتهم عن مشاكلهم، أحلامهم، إزاي شايفين الحياة. نشوف التقرير ونرجع علشان نبدأ مناظرة قوية جدا في بوضوح، مناظرة ما بين طرفين، طرف بيؤيد ترشح المشير عبد الفتاح السيسي في منصب رئاسة الجمهورية، ويمثل هذا الطرف الأستاذ محمد أبو حامد، وطرف مؤيد لترشح الأستاذ حمدين صباحي لمنصب رئيس الجمهورية، ويمثل هذا الطرف الأستاذ حسن شاهين أحد مؤسسي حركة تمرد. نطلع نشوف التقرير نرجع بعدها الفاصل عشان نبدأ مناظرتنا النهاردة بوضوح، تابعونا. ثغر دسم، عين تبحث بين المارة عن مشتر يجود ببعض جنيهات تبل الريق. الباعة الجائلون ما عليه يصبحون، هو ذاته ما عليه ينامون ويبيتون ويحلمون. لأي فئة هم ينتمون؟ عذرا، إنهم بلا فئة، بلا هوية، بلا وظيفة. العم إبراهيم ينصب فرشته يوميا مع بزوغ الشمس، ويقف كتفا بكتف مع زوجته حاملين همومهم، متحملين ما يجود به الشارع عليهم. مهنتي ما فيش مهنة، لا جائل أو أكل عيالي من هنا، وباكل وأشرب أنا وعيالي وسكنوا مأكل ومشرب من هذا الشغلانة. أنا واقف غلط، بس عايز بديل، عايز حاجة أكتر منها عيالي. بنزل أقف مع جوزي وهو بيروح العتبة الصبح بيجيب حاجته، بنزل أقف هنا، وساعات بيضطر الأمور إن أنا بقيت هنا لأن أنا مش لاقي حاجة أصلا. بعلم عيالي وبوسع 500 جنيه إيجار. أنا يا فندم بوجه صوتي للمسؤولين كلهم، لأي حد مسؤول، زي ما عايز أكل عيالي وأكل عيالي لقمة، عايز أعيش عيشة نظيفة، عايز حد يقول لي دين، عايز أحط عيالي بما يرضي الله. كرام العم إبراهيم كثيرون، تختلف بضاعتهم لكن همومهم واحدة. زحمة ومحدش حاسس بحد ولا حد بيدي حد حاجة، يعني محدش باصص للناس الغلابة اللي زينا، مش عايزين ناكل عيش زي الناس. الزيطة دي كلها 30 جنيه اليوم كله. الحكومة بتتكلم إن إحنا بيقول لك إن إحنا عاملين عطلة في الشارع. طب إحنا نشتغل إيه؟ الشاب مننا وراه عيال، أنا قاعد بالإيجار، عندي أربع عيال وداخلين مدارس. عايزين برضو، انا مش عايزه يطلعوا يتبهدلوا زيه، عايز اطلعهم حاجه حلوه. حضرتك احنا لو لاقيين مكان نقف فيه ما كناش نقف كده ولا كناش نتعذب. طب احنا دلوقتي نعمل ايه؟ نسرق ولا نطلع نعمل ايه؟ ما تسوقوش، شوفوا لنا حل في المشاوير دي. المرأة يرفضون وجود الباعة الجائلين قلقا ويتقبلونهم قلقا، فرغم شكوتهم من تعطيل الطريق الذي ينجز عن طرسهم، الا ان وجودهم بات امرا لا غنى عنه. هو الشارع ده حق ليا وحضرتك وللناس وللي رايح واللي جاي، انما بص لحضرتك المنظر، يعني الناس دي انا حاسس ان هم مهمشين. طبيعي ان الناس دي كلها مكان مخصوص، لان الناس دي بتعطل المرور، بتيجي على بعد كده يعني على كاهل الحكومه، فالدوله هي اللي متضرره اكتر، فالمفروض توفر لهم مكان. لا يمكن لاحد ان ينكر حقهم في البحث عن وسيله رزق مشروعه، تلك التي تضعهم دائما بين مطرقة البطالة وسندان لقمة العيش، كمن يسمع عنهم ولهم. ياسمين الضوي بوضوح، قناة الحياة.